صديقاتي أصدقائي الكرام، كمان قصة من القصص اللي بتنذكر عن فريد وعن وفاء فريد. والحمد لله ما في شيء اسمه نكئ الجراح بهالقصة، ولكن في كتاب مذكرات فريد الأطرش صفحة 109 بيقول فريد كان هالشيء عام 1958. سمع فريد انه المخرج يوسف شاهين عم بمر بأزمة مادية بعد فشل فيلمه باب الحديد جماهيريا، ورفض المنتجون من حوله بعد فشل هذا الفيلم، وازدادت حالته خطورة خاصة الحالة المادية. وكانت اللغة بين المنتجين بهاك الأيام: ايه الفيلم ده يا أخي؟ ما حدش فاهمه. فجأة وفي عز دين موقف وموقع يوسف شاهين بالبعد النفسي للكلمة، فجأة بدق الهاتف بشقته، شقة يوسف شاهين، من إنسان على الخط الآخر بيقول له: ألو، إزيك يا جو؟ إيه الفيلم الهايل ده؟ يا أستاذ عايزينك تلاقي لنا دور. كان صوت الممثل المنتج النجم فريد الأطرش. لم يستغرب يوسف شاهين وقال له: أنت ابن أصل يا فريد، ولكن بكرة بتتعدل، يعني بكرة على طريقة إخواننا بمصر بيقولوا بتتعدل بتصير أحسن. رد فريد بشهامة على الأستاذ يوسف وبيقول له: بتتعدل إيه يا راجل؟ البس وانزل، أنا منتظرك وحنبتدي تصوير ساعة ما نكون جاهزين. هذا هو فريد، وهذه هي قيمة فريد. بكل أسف وبطريقة صدفة سمعت تسجيل لحديث مسجل للمخرج الكبير يوسف شاهين قبل وفاته، بيقول فيه بكل أسف، بيقول وبطريقة صدفة سمعته للتسجيل، وكان عم بيقيم اللي مثلوا معه بأفلامه. لما سألته الإعلامية عن تعاونه مع فريد الأطرش قال بالحرف الواحد وبقلة أمانة نادرة: كان فريد تقيل الحركة وبيتعبني قوي قوي، وأصلا ما كنتش بهضمه. بربكم راقبوا الصور، راقبوا اللي حكيناه بالأول، وتابعوا حركة الإنقاذ اللي كان فيها فريد وحيد بين أهل الفن حتى أنقذ يوسف شاهين. وأهل الفن بهاك الأيام بيعرفوا هيدي القصة. فريد الأطرش، أيها الموسيقار العملاق، أيها الفنان الخالد، أيها الإنسان، رح تبقى المنارة والشعلة الإنسانية اللي تخبو تحت منها بتروح وتتضاءل كل المهاطرات وكل قلة الوفاء للآخرين. كل شيء بقدر أقول إنه الله يرحم روحه على قدر ما أسعدنا بأغني وبفنه العظيم، على قدر ما ترك لنا كشعب عربي أولاً، وبالبعد الإنسان الشامل للكلمة تركنا ماذا يعني الإنسان. رح أكتفي بهالشيء ولن أزيد، ويعطيكم ألف عافية.